بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم فقهنا في ديننا وفيما أقمتنا فيه، واجعل لنا فرقانا نفرق به بين الحق والباطل، وأعنا على ذلك، واجعل ذلك من أعمالنا خالصا لوجهك الكريم بفضلك وكرمك، وبصرنا بعيوب أنفسنا وأعنا على إصلاحها على الوجه الذي يرضيك عنا، واكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك يا واسع المغفرة. وارحمنا وارحم والدينا ومشيخنا وعلماءنا والمسلمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح الشيخ ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. واليوم فصل في جملة من الأغسال المسنونة. الأغسال الواجبة تجب بستة أشياء على مذهب الشافعية، ستة أشياء موجبة للغسل، ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء، وثلاثة خاصة بالنساء. الثلاثة التي يشترك فيها الرجال والنساء: الإيلاج أو التقاء الختانين، ثاني حاجة خروج المني، ثالث حاجة الموت. والثلاثة التي هي خاصة بالنساء: الحيض والنفاس والولادة. عدا ذلك أي غسل تسمعه غير الثلاثة دول، غير الستة دول، يبقى سنة. فالنهاردة هنتكلم على الأغسال المسنونة. والغسل المسنون يسير واجبا إذا نذرته. إذا نذرت الغسل المندوب صار واجبا في حقك وليس واجبا على سائر الأمة. كان أو نذرت أن تغتسل لكل جمعة فصار غسل الجمعة في حقك واجب، فإن قصرت تأثم لأنك أوجبته على نفسك. وإن نذرت أن تغتسل لكل دخول مكة، أو تغتسل لكل وقفة عرفات، أو تغتسل لدخول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجب عليك أن تنفذ ما نذرته، وإلا صرت مقصرا، لأن الوفاء بالنذر واجب. يبقى أي غسل مندوب من هذه الأغسال المندوبة يصير واجبا إذا نذره الناذر، أما إن لم تنذره يظل على ما هو عليه من حكم الشرع وهو الندب. يقول في الهامش: فصل. والاغتسالات المسنونة 17 غسلا، هي في الحقيقة أكثر بكتير، قد تصل إلى 40، لكن هو هنا متن مختصر فأراد أن يختصر، فاختار من الأغسال المسنونة 17 غسلا هي المشهورة من باب الاختصار، ومن أراد الزيادة عليه المطولات. غسل الجمعة لحاضرها ووقته من الفجر الصادق، وغسل العيدين الفطر والأضحى، ويدخل وقته وقت هذا الغسل بنصف الليل، والاستسقاء أي طلب السقيا من الله تعالى، والخسوف للقمر، والكسوف للشمس، والغسل من أجل غسل الميت مسلما كان أو كافرا، أو غسل الكافر إذا أسلم إن لم يجنب في كفره أو لم تحض الكافرة، وإلا وجب الغسل بعد الإسلام في الأصح، وقيل يسقط إذا أسلم، والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق ولم يتحقق منهما إنزال، فإن تحقق منهما إنزال وجب الغسل، ولا فرق في هذا الغسل بين بالغ وغيره، ولا بين مجنون وعاقل، ولا بين طاهر وحائض. فإن لم يجد المحرم الماء تيمم، لا، والغسل عند إرادة الإحرام، والغسل عند إرادة الإحرام،
ولا فرق في هذا الغسل بين بالغ وغيره، ولا بين مجنون وعاقل، ولا بين طاهر وحائض، كل ده في غسل الإحرام. فإن لم يجد المحرم الماء تيمم. والغسل لدخول مكة لمحرم بحج أو عمرة، والوقوف بعرفة في تاسع ذي الحجة، والمبيت بمزدلفة، ولرمي الجمرات الثلاث، وفي أيام التشريق الثلاث، فيغتسل لرمي كل يوم منها غسلا. أما رمي جمرة العقبة في يوم النحر فلا يغتسل له لقرب زمنه من غسل الوقوف في المشعر الحرام، يعني الحرام يعني غالبا كده، مش الوقوف بعرفة، لأن يسن غسل الوقوف بالمشعر الحرام، فهيبقى مغتسل في الفجر للوقوف بالمشعر الحرام، وحيرمي جمرة العقبة مع الضحى، يبقى مش محتاج يغتسل تاني لقرب الغسل. والغسل للطواف الصادق بطواف قدوم أو إفاضة أو وداع. وبقية الأغسال المسنونة مذكورة في المطولات. هم دول 17 غسلا التي ذكرهم الشارح والمصنف. نقرأ حاشية الإمام البيجوري مع الشرح. يقول: فصل في جملة من الأغسال المسنونة، وذكرها هنا استطرادي لمناسبة ذكر واجبات الغسل وسننه. يعني هو من باب الاستطراد، يعني ما كانش حقه يذكرها هنا، لأن كل غسل من الأغسال دي مذكور في بابه. لما يقول لك غسل الجمعة هيجي في باب الجمعة، لما يقول لك غسل الدخول لمكة هيجي في باب العمرة أو باب الحج، هيجي يقول لك غسل مثلا صلاة الكسوف هيجي في باب صلاة الكسوف، غسل الاستسقاء هيجي في باب صلاة الاستسقاء. فقال لك إن كل واحدة من دي هتيجي في بابها، لكن هو ذكرها هنا مجموعة من باب الاستطراد، لأنه ذكر واجبات الغسل وجاب سنن الغسل بعد ذلك وتكلم على أركان الغسل، فكان إيه أراد أن يكمل المسألة ويجيب بقى إيه الأغسال المسنون. لكن حتى لو تركها على أساس هتذكر بعد ذلك كل في بابه لا يضر. وشكرا بيقول: وإلا فمحل كل واحد منها بابه الذي يناسبه، فمحل غسل الجمعة باب الجمعة، ومحل غسل العيدين باب العيدين، وهكذا. ولو اجتمعت هذه الأغسال على شخص كفى لها غسل واحد. يعني جاء يوم عيد ويوم جمعة، يعني لا يوم عيد ويوم جمعة، وناوي يصلي صلاة استسقاء بعد صلاة العيد عشان جفاف مثلا، او هيبقى في كسوف شمس في نفس اليوم ده وناوي يصلي صلاة الكسوف، وانه وافق الوقت ده وقت خسوف لقمر لانه هيبقى ليل، يعني اجتمعت عليه عدة اغسال، فممكن يقضيها بغسل واحد، يقضيها بغسل واحد، بس ايه ينوي في النية الاغسال كلها يعددها عشان ياخد مقصوده، لان الاعمال بالنيات، لكن يكفيها غسل واحد ان تعددت نيته. واضح؟ انما ان اقتصر على واحد واغتسل يبقى اخذ ثواب الواحد بس. ولو اجتمعت هذه الاغسال على شخص كفى لها غسل واحد في سقوط الطلب، واما الثواب الكامل فانما يترتب على التعرض لها في النية فردا فردا، فجمعها المصنف لافادة انها تجتمع على الشخص اللي هي الاغتسالات دي كلها. بيقول: والاغتسالات المسنونة. شوف والاغتسالات جمع مؤنث سالم كده غريبة شوية، كان هقول الأغسال، ليه قال الاغتسالات يعني؟ لأن هي أصلا ما تنفعش تجمع على جمع مؤنث سالم، لأنها على غيار على غير قياس، كان يقول الأغسال تمشي جمع تكسير، لكن هو الشيخ المؤلف اللي هو القاضي شجاع قال والاغتسالات المسنونة، جمع اغتسال، ولو قال والأغسال لكان أولى وأخصر، حتى الأغسال أخصر، وانت بتألف مصنف بتقصد فيه الاختصار، فالأغسال حتى عدد حروفها أقل من عدد حروف الاغتسالات، فهي أولى وأخصر. أما كونه أولى فلأن جمع المؤنث السالم لا ينقاص في مثل ذلك، وأما كونه أخصر فلزيادة الاغتسالات بالتاء والألف، وقوله المسنونة
وفي بعض النسخ المسنونات، وان كان المسنونات اولى بقى، عشان انت قلت الاغتسالات تبقى المسنونات عشان تبقى توافق الصفة الموصوف، وهي اولى لما فيه من المطابقة بين الصفة والموصوف كما هو الافصح. ومن المعلوم ان الاغسال المسنونة تجب بالنذر، واضح؟ من المعلوم ان الاغسال المسنونة تجب بالنذر، والنذر عندنا لا ينعقد الا بالتلفظ، لكن لو نذر في نيته لا ينعقد نذرا، يبقى قصد وليس نذرا. يعني عزم في قلبه كده ان هو يغتسل لكل جمعة، يفضل غسل الجمعة برضو ايه مندوب، لكن تلفظ قال لله علي ان اغتسل كل جمعة باللفظ انعقد نذرا. كأن يقول مثلا بمناسبة الأضاحي في قلبه عقد العزم أن يشتري أضحية فتصير الأضحية سنة، لكن لو تلفظ وقال أشتري أضحية هذا العام صارت منذورة فلا يأكل منه، تجب ولا يأكل منه، فهم؟ حتى لو سأله وهو يشتريها أتشتري هذه أضحية، فقال نعم نذرها ولا يأكل منه، واضح؟ لكن لو سأله أتشتريها أضحية فأراد أن يخرج من هذا المأزق، لأنه لو قال نعم وجبت في حقه وصارت نذرا، يقول أشتريها لأذبحها يوم العيد، أشتريها لأذبحها يوم العيد، فلا تنعقد نذرا أضحية، بل له أن يأكل منه. هذا كله مما يخفى على كثير من الناس وعفى الله عما سلف. ها؟ يبقى أنا كأنك نذرت، طالما تلفظت كأنك نذرت أن تضحي هذا العام، فصارت هذه الأضحية واجبة في حقك فلا تأكل منها، تصير كلها لله. أن هذا هو باب النذر. ما أنت لما تيجي تذاكر بس، ما هو النذر ينعقد كده، ان تقول ايه هعمل كذا، فهمت؟ ما هو ده النذر، هضحي السنة دي ان شاء الله. فان قلت ان شاء الله تقصد التبرك انعقدت نذرا، وان قلت ان شاء الله تقصد التعليق لا تنعقد نذرا، واضح؟ تجب كلها، ده لما تبقى سنة. أصل الأضحية سنة، تأكل تلتها وتوزع تلتها وتهدي تلتها، توزعها كلها، توزع نصها، تأكلها كلها أضحية. يعني لو دبحت الأضحية وما وزعتش منها حاجة أضحية برضو خدت ثواب، لكن ما خدت الثواب الصدقة منها. افرض أنت عيلتك كبير، جبت الخروف لقيته صغير كده، رحت دبحه حطيته في الديب فريزر وكلتوه كلكم، خلاص انعقدت أضحية برضو وخدت منها السنة، ثواب السنة، طالما ما تلفظتش ما نذرتهاش. لو نذرتها وجبت أضحية، فإن وجبت لا تأكل منها، فإن أكلت تبقى ملتزم ما أكلت، عوض عنه تشتري لحم وتديه للفقير، واضح؟ احنا هنقف فادي في المحطة دي، خلينا نتنقل. المسألة دي بتغيب على كثير من الناس لأنهم عوام مش واخد باله، لكن انت لما تبقى راجل بتعبد ربك على بصيرة وعارف احكام النذور ايه، يبقى ما تقولش بلفظك لان هينعقد نذر. يبقى انت، انا قلت لك حلها، لما حد يسألك انت رايح تشتري ايه من السوق، تقول له هشتري اللي هذبحه يوم العيد، خلاص بقت صح، تفضل الاضحية مسنون. انت لو اجبتها على نفسك صارت واجبة، وثوابها اعلى بسبعين ضعف، تضربها في 70 ثوابها اعلى، بس المقابل انك مش هتاكل منها، وانت غاوي تاكل منها، اعمل لك ايه؟ خلاص ما يجرش، كل منها وما تقولش هذبح اضحي. فهمت بقى المساله؟ ينعقد النذور بالالفاظ لانها عقد بينك وبين الله، واخد بالك ازاي؟ فاللفظ هو اللي بيعانق، بخلاف لكن لو نويت بقلبك ولم تتلفظ لا ينعقد نذر. طيب
هو مش شرط بقى لله عليا، ما هو انت لما هتذبح اضحيه هتذبحها لمين؟ طب خلاص يبقى مش شرط تقول لله عليا، يعني مش من الفاظ النذر لله عليا. فهمت ازاي؟ مش من الفاظ النذر. انت لو قلت اصوم يوم الاثنين القادم ان شاء الله، ان عقد نذرا وجب عليك ان تصوم الاثنين القادم. واضح؟ لكن انت بينك وبين نفسك متعود تصوم اثنين وخميس كده طول عمرك، خلاص سنة في حقك، ما تلفظتش. انت قلت الاثنين القادم، او تقول اصوم كل اثنين، صار كل اثنين في حقك واجب ان تصوم، انعقدت نذرا. اقرأ باب النزول تفهم المسألة. لكن هذه المسائل بتغيب على كثير من الناس، واخد بالك ازاي؟ فعفى الله عن مثلا. انت دلوقتي بقيت راجل طالب علم وبتيجي في المسجد وبتقعد تتعلم بقى وعايز تعبد ربك على بصيره. فطالما عرفت الحاجه يبقى اعملها على بصيره بقى، عشان تبقى فاهم. واللي فات خلاص، اللي فات خلاص، ربنا يعفو عن مثلا. انا عايز اخلص الاغسال المسنونه النهارده ونروح وناخد اجازه. اي عباده لما تتلفظ بها ناويا فعلها بالتلفظ قبل فعلها في الحال تصير منذوره. يعني انا لما هقول اصلي اليوم سنه الظهر عند الاذان، يبقى صار سنه الظهر النهارده منذوره في حقي، اصليها لازم. حتى لو رحت لقيتهم بيصلوا الجماعة، بعد ما خلص الجماعة اجيب السنة القبلية واجيب السنة البعدية. فهمت ازاي؟ لكن لما اقول نويت صلاة سنة الظهر القبلية الله اكبر تفضل سنة، لان انا بقولها وقت. لما اقول بسم الله الله اكبر اضحية الفلان سنة، لان بعملها وقتها، لكن قبلها بايام قبلها. فهمت ازاي؟ تنعقد نذرا قبلها، لكن في لحظتها تفضل سنة. فهمت؟ يبقى امتى بتنعقد نذرا؟ قبلها. لكن انت لما تعملها في لحظتها سنة، مش هتخرجها عن كونها سنة. هذه المسألة. والله لو هقول لك حاجة، هو ما لا، اصل النذر انت اللي عملته لنفسك، انت اللي اوجبته على نفسك، وانت كسبان مع ربك. انت لما بتنذر النذر واخد ثواب كبير فيه، اكتر من كيلو اللحمة اللي هتاكله من الاضحية، اكتر من 10 كيلو اللي هتاكله من الاضحية. دي حقيقة، ثوابها أعلى. الكيلو ب70 كيلو، الصدقة ب70 صدقة، الخروف أضحية منذورة ب70 خروف أضحية مسنونة. إيه رأيك بقى؟ يبقى مين اللي بيستثمر عند الله؟ عشان كده الناس بتنذر، علشان يضاعف ثوابه مع الله. فهمت إزاي؟ لأن الفرد بيسبق السنة ب70 درجة. فانت ما تقلقش، افرض طلعت منك خلاص خليها منظوره وتطلع لله، انا كسبان. تصور انت واحد مقابلك وفي ايدك الخروف ده اللي انت ناوي تذبحه، ويقول لك تديني ده واديك بداله 70 خروف، هتقول ايه؟ هتقول يا عم خده. بس فكل واحد انت عايز تاكل منها ما تقولش كده، مش عايز تاكل منها قول كده بس. فإن تعينت قد تصير الأضحية نذرا مطلقا إن قلت هذا. لكن افرض أنت قدامك كذا خروف أو كذا يعني حيوان يصلح للأضحية، فأشرت إلى واحد منها وقلت هذا أضحية، فتعين هذا، فلا يجوز اللجوء إلى غيره. إذا أشرت إلى واحد بعينه تعين هذا، يبقى هتجيبه هو ده. فهمت بقى المسألة؟ يعني انت راجل عندك زريبة كده وعندك فيها بهائم كثيرة، وعندك فقبل العيد باسبوع بيومين بثلاثة، فواقف مع اولادك هنذبح ايه يوم العيد يا بابا؟ انت قلت لهم هنذبح ده، خلاص تفضل اضحية. هنذبح ايه يوم العيد؟ ما قالش اضحية خالص. هنذبح ايه يا بابا يوم العيد؟ قلت لهم هنذبح ده، خلاص ليك تغيره. لكن قال لك هنضحي بايه السنه دي يا بابا؟ فقلت له هذا اضحيه، تعين هذا، يبقى ما ينفعش تاخد اللي جنبه ولو اكبر منه. واضح؟ يتعين. فهمت بقى المساله؟ يعني عايزين نعدي بقى؟
عشان نخلص الأغسال المسنونة. كذلك الأغسال المسنونة تصير واجبة في حقك إن نذرته، تقول لله علي، أو كل غسل، كل إحرام لله علي فيه غسل، فتعين عليك عند كل إحرام أن تغتسل، في حين في الأصل أن غسل الإحرام سنة. فهمت إزاي؟ في النذر المشروط ينعقد بوقوع شرطه، لكن ده نذر مطلق لا مكروه ولكن يجب الوفاء به. نذر المشروط ده بيقتطع من البخيل، يقول مثلا لله علي أن أذبح كذا لو شفى ابني، لله علي أن أذبح كذا لو تيسر لي هذا الأمر، فإن تيسر الأمر وجبت نذر. ومن المعلوم أن الأغسال المسنونة تجب بالنذر، وقد ذكروا ضابطا للأغسال الواجبة والأغسال المندوبة. خد بالك من الضابط ده، مهم. امتى تعرف الغسل ده واجب ولا الغسل ده مندوب؟ واخد بالك؟ كل غسل تقدم سببه فهو واجب، وكل غسل تأخر سببه فهو مندوب. حلوة دي عشان تعرف بقى المسألة. اهو دي قاعدة حط تحتها 5 6 خطوط تحفظها، دي قواعد في المذهب في الفقه تحفظها. كل غسل تقدم سببه فهو واجب، وكل غسل تأخر سببه فهو مندوب. واخد بالك ازاي؟ ويستثنى من الاول اللي تقدم سببه، ويستثنى من الاول الغسل من غسل الميت. الغسل من غسل الميت تقدم سببه تغسيل الميت، والغسل من غسل الميت سنة، فهو ده مستثنى من القاعدة. واضح؟ طيب. وغسل الكافر إذا أسلم تقدم سببه إسلامه ويسن له أن يغتسل، مستثنى من القاعدة. واضح؟ بالرغم أن تقدم سببه إلا أنه ما زال سنة. والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق، لأن تقدم سببه الإغماء أو الجنون، وبالرغم من ذلك الغسل منهم مستحب ومع تقدم أسبابها. يبقى يستثنى بس القاعدة دي ليها شواذ 3 بس، وغير كده ماشي. الغسل للجمعة، الغسل للجمعة كل غسل تقدم سببه فهو واجب، وكل غسل تأخر سببه فهو مندوب. الغسل للجمعة أنا بغتسل عشان الجمعة، يبقى بغتسل الأول. واخد بالك إزاي؟ يبقى تقدم سببه. كل غسل تقدم سببه فهو واجب، وكل غسل تأخر سببه فهو مندوب. غسل الجمعة إيه؟ مندوب، مندوب متأخر السبب. يبقى الغسل هنا علشان الجمعة. غسل الإحرام بغتسل عشان الإحرام. طب غسل الجنابة، الجنابة الأول تقدم سببه. غسل نزول المني تقدم سببه. غسل المني، خروج المني تقدم سببه. غسل الموت تقدم سببه. غسل الحيض تقدم سببه الحيض، وهكذا. يبقى كل غسل تقدم سببه فهو واجب، وكل غسل تأخر سببه فهو مندوب، إلا الثلاثة. واضحة؟ دي قاعدة تحفظها تسهل لك إنك أنت تفهم. أنا بغتسل عشان أصلي صلاة الكسوف، يبقى ده غسل إيه؟ مندوب. هنناقشها. أيوة، إذا لم يسبقه خروج مني منه أو جنابة أصلا. سبب لا الحنابلة بس اللي أوجبه، الحنابلة ده الملكية قالوا لا معلوش غسل خالص. الملكية عندهم قالوا حتى ولا غسل الإسلام، وده وجه عند الشافعية ضعيف. قالوا لأن الإسلام يهدم ما كان قبله، إن يغفر لكم ما قد سلف، مش كده الآية بتقول كده؟ والرسول قال الإسلام يهدم ما كان قبله ولا يطالب بهذا، وبالتالي الملكية قالوا لا غسل عليه. ولكن هذا القول ضعيف لسبب، انه يترد عليه انه بالإجماع يجب عليه الوضوء للصلاة،
فإذا أوجبت علي الوضوء للصلاة لما ألغيت الغسل عنه؟ يعني هل ينفع يسلم ويصلي على طول، ولا لازم يتوضأ زي ما لازم يتوضأ؟ بقى لازم يغتسل لو كان أجنبا، لو كان جنبا، واخد بالك ازاي؟ ادي الرد عليه، وهو وجه ضعيف عند الشافعي. المعتمد عندنا انه يغتسل وجوبا ان سبقه موجب للغسل، واستحبابا ان لم يسبقه موجب للغسل. واضح؟ الحنابلة عندهم يجب الغسل لكل كافر اذا اسلم مطلقا، سواء كان اجنب او لم يجنب. ما هو ما بيغتسلش، علشان كده اذا كان جنبا قبل اسلامه صار محدثا حدث اكبر، فاذا اسلم وجب ان يغتسل ليستطيع ان يصلي، والا هيبقى عليه الحدث الاكبر. فهمت؟ فغسله هنا للحدث الاكبر مش لاسلامه، مش لكونه اسلم. فالسبب مش اسلامه، السبب انه اجنب. واضح؟ ايوه. نجاسه معنويه، انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، دي نجاسه معنويه، وعلشان كده لا يجوز وضع النجاسه الحسيه في المسجد، والرسول ربط الاسير الكافر في مسجده، فدل على انها نجاسه معنويه وليست نجاسه حسيه. سمامه بن اسال اللي كان جاي من بني حنيفه واسروه، عمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قائد في قومه، هو كافر، ربطه في سريه المسجد ويمر عليه كل يوم الصبح يقول له كيف حالك يا اسامه يا سمامه؟ يقول ان تعفو تعفو عن شاكر، وان تقتل تقتل ذا دم، وان تطلب مالا تعطى ما سالت. يعني ادي اللي بيقول ويسيبه. تاني يوم يساله كده، تالت يوم يساله كده، فراح عفى عنه، فراح اختبأ خلف نخل كده امام مسجد النبي واغتسل ورجع اسلم. تالت يوم يبقى الرسول ربطه جوه المسجد، لو كانت نجاسه حسيه لا يجوز وضع النجاسه الحسيه داخل المسجد. يبقى دل على انها نجاسه معنويه. واضح؟ انتوا النهارده مش عايزين تخلصوا الاغسال المسنون. انتوا احرى. يبقى قوله 17 اي على ما ذكره هنا بعد غسل الجمار الثلاث ثلاثا. بعد غسل الجمار الثلاث ثلاثا، عشان يبقوا 17 الجمرات ثلاث ايام، في ثلاث ايام تشريق يبقى عدهم ثلاث اغسال. او عد غسل الطواف ثلاثا، او عد غسل العيدين اثنين، ويكون 17 ما وجد في بعض النسخ وهو الغسل لدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وان كان ساقطا من بعض النسخ، وسيأتي التنبيه على أنها تزيد على ذلك بقول الشارح وبقية الأغسال المسنونة مذكورة في المطولات. وآكد هذه الأغسال المسنونة كلها إيه؟ آكدها غسل الجمعة، لأنه اختلف في وجوبه أم لا. يبقى طالما حاجة اختلف في وجوبها أم لا، غسل الجمعة واجب عند الأحناف وسنة عند بقية المذاهب، فطالما اختلف في وجوبه يبقى هو آكد الأغسال المسنونة. آكد الأغسال المسنونة غسل الجمعة، يلي على طول غسل الكافر، غسل الميت قصدي، ثم غسل غاسل الميت، ثم غسل غاسل الميت، ثم ما كثرت أحاديثه، ثم ما اختلفت في وجوبه، ثم ما صحت أحاديثه، ثم ما تعدى نفعه. ومن فوائد معرفة الآكد تقديمه فيما لو أوصى بماء لأولى الناس به. بيقول لك فوائد معرفة الآكد من غيره، إن افرض واحد في مكان فيه الماء شحيح وعنده بئر ماء، فأوصى إن الماء يأخذه أولى الناس به، فجاءك ثلاثة أربعة، والثلاثة أربعة كل واحد عايز يغتسل غسل مسنون، وهو موصي في الوصية إن الماء البئر ده لياكد ايه لاولى الناس به. تقوم انت تشوف ده هيغتسل للجمعه اديله، ده هيغتسل للعيدين يبقى اخره شويه. فهمت ازاي؟ ادي الفائده في دي بينبني عليها انك انت تميز بين الاكد من غيره لتحقيق وصيه من اوصى بالماء لاولى الناس به، لان تنفيذ الوصيه واجبه
على الموصى له، لأن أصبحت أنت وكيلا عن الميت في ماله. قوله غسل الجمعة إنما قدمه المصنف لأنه آكل الأغسال كما مر، وللاختلاف في وجوبه، ويدل على عدم وجوبه خبر من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. يبقى عرفنا منين إن غسل الجمعة ليس واجبا يعني مندوبا؟ خبر إن الرسول قال من توضأ، ما قالش من اغتسله، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، أي فبالرخصة أخذ ونعمة الخصلة اللي هي الوضوء، اللي هي الوضوء نفسه. ومن اغتسل فالغسل أفضل. وأما قوله في الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، اللي هو خد الأحناف وقالوا إنه واجب، فمؤول بأن المعنى متأكد أو متأكد بدليل الخبر السابق، فلا يجب كبقية الأغسال المسنونة إلا بالنذر، ويكره تركه بلا عذر على الأصح. يعني هو سنه، سنة آكدة، يكره تركه بلا عذر على الأصح. طيب ولو تعارض الغسل والتبكير، أنا لو هغتسل للجمعة هستنى طابور، وعلى ما يجي علي الدور هوصل على أذان الجمعة، لكن لو تركت الغسل مش هقف طابور وهبكر لصلاة الجمعة، والتبكير مطلوب وغسل الجمعة مطلوب. طب لو تعارض الاثنين أقدم أيهما؟ أقدم الغسل للاختلاف في وجوبه، لأن التبكير سنة بالإجماع، لكن الغسل للجمعة قد يكون واجبا على بعض المذاهب، يبقى يقدم على التبكير. ولو تعارض الغسل والتبكير فمراعاة الغسل أولى، لأنه مختلف في وجوبه. وغسل الجمعة ده بقى لا يبطل بالحدث، يعني إن أحدث ما يعيدوش، يتوضى بس، واضح؟ ولا بالجنابة، فإن أجنب بعد غسل الجمعة يغتسل للجنابة وخلاص، يبقى برضه أدى غسل الجمعة، فيتوضأ أو يغتسل ولا يعيده. ومن عجز عن الماء فيه، افرض ما فيش مية وفي بقية الأغسال المسنونة، تيمم بنية البدلية عن الغسل المراد، يبقى التيمم يحل محل الأغسال المسنونة كما أنه يحل محل الأغسال الواجبة عند فقد الماء، واضح؟ فيتوضأ إن أحدث بعد غسل الجمعة حدث أصغر فيتوضأ ولا يعيد الغسل، وإن أجنب يغتسل ولا للجنابة ولا يعيد غسل الجمعة، واضح؟ سهل. لا، العبارة هنا اسمه لف ونشر مرتب، لف ونشر مرتب، إن أحدث أو أجنب فيتوضأ أو يغتسل، يعني يتوضأ يعود على أحدث ويغتسل يعود على أجنب، واضح؟ اسمها لف ونشر مرتب. طب احنا قلنا ليه يتيمم لو فقد الماء في الأغسال المندوبة؟ لأن الأغسال المندوبة لأن فيه نظافة وعبادة، الماء فيه النظافة والعبادة، طب فقدنا الماء يبقى التيمم فيه العبادة، يبقى أعمل العبادة، لأن التيمم فيهوش النظافة، فيه العبادة بس، فإذا فاتت النظافة فلا تفوت العبادة لحاضرها، يعني للي ناوي يحضر صلاة الجمعة غسل الجمعة مستحب في حقه. افرض واحد مش ناوي يحضر غسل الجمعة لأنه مريض، لأنه مسافر، يبقى لا يستحب في حقه غسل الجمعة. أو امرأة تصلي الظهر في بيتها ولا تصلي جمعة، يبقى لا يستحب في حقها غسل الجمعة. لكن أرادت المرأة أن تحضر في صلاة الجمعة يبقى يستحب في حقها أن تغتسل. أراد المسافر أن يحضر صلاة الجمعة فيستحب في حقه أن يغتسل. أراد المريض مرض خفيف أن يحضر لصلاة الجمعة فيستحب في حقه أن يغتسل. يبقى هي الغسل مستحب لمن أراد حضور صلاة الجمعة، واضح؟ لو جمع النيتين يبقى بغسل واحد تنقطع، دي احنا قلناها قبل كده، يعني هو عليه جنابة ويوم جمعة الصبح، يبقى ساعتها بينوي رفع الجنابة والغسل للجمعة بغسل واحد ياخد النيتين، فإن نوى رفع الجنابة فقط يبقى يعيد غسل تاني للجمعة، وإن نوى غسل الجمعة فقط لا يرتفع جنابته، لأن الغسل المسنون لا يرفع الحدث الأكبر، واضح؟
الكلام ده احنا قلناه في نية الغسل زمان. ايه؟ طبعا هتتيمم وبعدين تصلي. هتيجي في باب التيمم، متى يعيد المتيمم صلاته التي صلاها بتيمم ومتى لا يعيدها. هتيجي الصبر جميل في باب التيمم، هنقعد فيه شهر، هنقعد في التيمم شهر، اربع اعداد كل قاعدة ساعة ونص، ولو فتحناها نقعد فيه ست اشهر. اه والله باب التيمم ده بالذات فيه تفاصيل كثيرة. لحاضرها، وفي نسخة لحاضرها، لحاضريها بصيغة الجمع. وعلى كل فالمراد من يريد حضورها وإن لم تجب عليه، يبقى كل من يريد حضور الجمعة ولو لم تجب عليه يسن في حق أن يغتسل. بل ولو حرم عليه الحضور برضو، افرض حرام أن يحضر الجمعة، كامرأة خرجت تصلي الجمعة بغير إذن زوجها، جوزها لا ما تصليش الجمعة النهار، صلي ظهر عشان تطبخي لنا أكل حلو، عشان هي طول الأسبوع ملوعة وما بتطبخلوش، تشتغل تعمل إيه؟ فقال لها بقى اطبخي لنا اكل حلو، هي بقى مصممه تروح تصلي الجمعه. قال لها ما تصليش جمعه، صلي ظهر، عايزين ناكل اكل حلو النهار. ما بناكلش حاجه مستها النار بقى لنا شهر. هي ماشيه على السنه في الحته دي. فقامت هي من غير اذنه برضه راحت لابسه وراحت نازله على الجامع تصلي جمعه، يبقى هنا حضورها حرام. لكن يستحب في حقها ان تغتسل. يستحب في حقها ان تغتسل، بالرغم ان يحرم عليها حضور الجمعه، واضح؟ ولو حرم عليه الحضور كما لو حضرت المرأة بغير إذن زوجها، لحديث من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ومن لم يأتها فليس عليه شيء. ووقته لوقت غسل الجمعة من الفجر الصادق، يدخل وقته من خروج من أول ما يأذن المؤذن الله أكبر لأذان الفجر اللي هو اسمه الفجر الصادق. احنا ما عندناش أذانين أصل في الفجر زي في مكة والمدينة. في مكة والمدينة عندهم أذان في الأول ما يقولش فيه الصلاة خير من النوم، دي مش وقت غسل الجمعة ما دخلش، يبقى الأذان اللي بعده اللي هو بيصلوا بعديه هو ده اسمه الفجر الصادق، هو ده بقى اللي يدخل وقت غسل الجمعة فيه. أي ابتداء وقته من الفجر الصادق بخلاف الكاذب فلا يدخل به وقته، فإنه يطلع قبل الصادق بخمس درج غالبا. وآخره آخر وقت لغسل الجمعة امتى يخلص؟ وقت الدخول في الصلاة. طالما لسه يقدر يدرك مع الإمام صلاة الجمعة يبقى يغتسل ويلحق مع الإمام. صلوا الجمعة خلاص، ما هيغتسل ليه بقى؟ ده هو بيغتسل عشان يحضر الجمعة. وآخره وقت الدخول في الصلاة، ولذلك قال بعضهم وينتهي وقته بالدخول في الصلاة. كذا يؤخذ من المحشي والمعتمد أن وقته لا ينتهي إلا باليأس من فعل الجمعة، وهو يحصل بسلام الإمام وتقريبه. طيب احنا قلنا وقت الجمعة بقى وقت غسل الجمعة من أول الفجر لحد قبل ما الإمام يخلص صلاة الجمعة، يعني ممكن الإمام في الخطبة وانت تخش تغتسل وتلحق. طيب أفضل وقت إمتى؟ لما تكون ناوي تروح الجمعة على طول، يعني تغتسل وتنزل على الجامع على طول، ده أحسن وقت لي. وتقريبه من ذهابه أفضل، تقريبه من ذهابه أفضل لأنه أبلغ في المقصود من انتفاء الرائحة الكريهة حال الاجتماع. لأنك لو اغتسلت بعد الفجر على طول ممكن تكون أنت من أهل الأعمال الشاقة، خرجت وعملت واشتغلت ويوم حر، ويجي على وقت الجمعة تبقى عرقت وتوسخت وتخش الجامع تصلي تبقى ريحتك عرق، يبقى أنت ما عملتش مقصود الغسل. مقصود الغسل أنك لا تؤذي الناس ولا الملائكة اللي حاضرين الصلاة كمان بالرائحة الكريهة، فيبقى الأبلغ أنك أنت تغتسل قبل إيه ما تدخل المسجد عشان تبقى في كمال النظر. وغسل العيدين أي سواء أراد الحضور أو لا، ولذلك أطلق الشارح هنا وقيد فيما قبله. غسل العيدين بقى غير الجمعة، الجمعة غسلها من أجل حضور صلاة الجمعة، لكن غسل العيدين من أجل العيد نفسه، من أجل العيد نفسه، حتى لو مش هتصلي عيد العيد نفسه كده لازم تغسل تغتسل وتلبس اللبس الجديد وتروح تتمرجح، وإلا مش هينفع، يبقى عيد إزاي؟ واخد بالك إزاي؟ فيبقى العيد نفسه هو عيد فرحة كده، فيبقى حتى لو مش هتحضر للصلاة يبقى مجرد جال عيد يبقى تغتسل حتى غروب شمس يوم العيد، يدخل وقته
من منتصف ليلة يوم العيد إلى غروب شمس أول يوم إيه من أيام العيد، إذا كانت العيد متعدد الأيام زي الأضحى، أو بغروب شمس يوم عيد الفطر لأنه يوم واحد. فهمت إزاي؟ يبقى ده وقته، كل ده وقته، وأفضله قبل دخول الخروج لصلاة العيد عشان برضه تبقى أبلغ في النظافة، عشان ده وقت اجتماع الناس، ده أفضل وقته. لكن يدخل وقته من منتصف الليل. وليه قالوا من منتصف الليل؟ قالوا لأن في ناس ساعات تروح تصلي العيد في مكان بعيد، فتضطر تبكر على ما توصل المكان اللي ناوية تصلي فيه، فما يقدرش يصلي الفجر ويروح يغتسل ويرجع تاني هيضيع عليه صلاة العيد. فيبقى من منتصف الليل يبقى أحسن عشان يقدر يعني. غالبا بيبقى على الساعة 12 برضو ماشية كده يعني، ساعات يبقى قبلها بنص ساعة وبعدها بنص ساعة على حسب بقى ايه، اليوم قصير والليل طويل او كده. لكن خليها كده عند العوام، انت لو عايز تظبطها بالظبط بتشوف الفجر بيدن الساعة كام والمغرب بيدن الساعة كام، وعد عدد الساعات بينهم واقسمهم، يبقى ده منتصف الليل. واخد بالك لو انت عايز تحسبها بالظبط. وغسل العيدين أي سواء أراد الحضور أو لا، ولذلك أطلق الشارح هنا وقيد فيما قبله، وسواء كان حرا أو عبدا أو بالغا أو صبيا، لأنه يراد للزينة في اليوم، يبقى يراد للزينة، فيدخل فيه حتى الصبي وحتى العبد كله بقى والحر وكله. قوله الفطر والأضحى بدل من العيدين، فيقول في الأول نويت سنة الغسل لعيد الفطر، وفي الثاني نويت سنة الغسل لعيد الأضحى. وإذا أطلق النية كأن قال نويت سنة غسل العيد، انصرف للعيد الذي هو فيه بقرينة حاله، يعني مش شرط يقول أضحى أو فطر. ويدخل وقت هذا الغسل بنصف الليل، ويخرج وقته بالغروب، لأنه منسوب لليوم، وهو لا يخرج إلا بالغروب، يعني اليوم لا يخرج إلا بالغروب، يبقى هو ده غسل العيد منسوب لليوم، يبقى يخرج بغروب. وقوله بنصف الليل، والأفضل فعله بعد الفجر، وإنما جاز قبله من نصف الليل، لأن أهل البوادي يبكرون إلى العيدين، اللي هو جايين من أماكن بعيدة يعني. فلو لم يجز الغسل لهما قبل الفجر لشق عليهم، ولا يصح أن يغتسل قبل نصف الليل، بل يحرم عليه إن قصد ذلك لأنه تلبس بعبادة فاسدة. زي واحد يحرم عليه أنه يصلي الظهر قبل ما يدن الظهر لأنه تلبس بعبادة فاسدة. فهمت إزاي؟ كذلك يحرم عليه أنه يغتسل للعيد قبل منتصف الليل لأنه تلبس بعبادة فاسدة. والاستسقاء أي وغسل الاستسقاء، ويدخل وقته لمن يريد الصلاة للاستسقاء يعني منفردا بإرادة الصلاة، ولمن يريدها جماعة باجتماع الناس لها، ويخرج بالخروج من الصلاة. أي طلب السقيا، الاستسقاء يعني طلب السقيا، أشار بذلك إلى أن السين والتاء للطلب. والخسوف للقمر أي وغسل الخسوف للقمر، ويدخل وقته بابتداء التغير في القمر، ويخرج بالانجلاء التام، وكذا يقال في قوله والكسوف للشمس. وتخصيص الخسوف للقمر بالقمر والكسوف بالشمس هو الأفصح عند الفقهاء، والراجح عند المحدثين أن يجوز استخدام الكسوف للقمر والخسوف للشمس أيضا عند المحدثين، وعند الفقهاء يستخدموا الخسوف للقمر والكسوف للشمس كما سيأتي. والغسل من أجل غسل الميت، لو قدمه عقب غسل الجمعة لكان أولى، لأنه يليه في التأكد كما مر، ويدخل وقته بالفراغ من غسل الميت، ويخرج بالإعراض عنه. يعني طالما هو خلاص غسل الميت ومش ناوي يغتسل يبقى خرج وقته بالإعراض عنه. وأشار الشارح بتقدير أجل إلى أن من تعليلية، هو بيقول هنا بيقول إيه في الشرح؟ والغسل من أجل، حط بعد القوس بتاع من حط أجل، يعني قدر أجل عشان يبين إن من هنا تعليلية، أي من أجل
غسل الميت، فعايز يبين ان من هنا تعليلية فقدر كلمة اجل. لا، من اجل معنى ما يغسل الميت، لان مس بدن الميت بيورث برودة كده في الناس وبرودة في اعصابه وسيبان في اعصابه بسبب هيبة الموت، فلما يجي يغتسل يرجع تاني يشد اعصابه، يعرف بقى يقضي مصالح حياته، واخد بالك؟ ودي مجربينها الناس اللي بتقع تحضر غسل ميت ويحط ايده على جلد الميت كده يحس ان جسمه كده اتغير شويه وعنده ارتخاء كده بسبب هيبة الموت نفسه. ويخرج بالإعراض، وأشار الشارح بتقدير أجل إلى أن من تعليلية، المن أجل، قدر كلمة أجل. ومثل غسل الميت تيممه، افرض أن الميت مات في صحراء وما فيش مية، بنيممه ونصلي أو نكفنه ونصلي عليه، نيممه لأن التيمم يحل محل الغسل، ونكفنه ونصلي عليه، كويس؟ طب أنا يممت الميت، يبقى برضو إيه يسن لي إن أنا أغتسل إن كان عندي ماء فائض أو جاء الماء بعد تيممي، أو لا يوجد ماء يبقى يسن إن أنا أتيمم، واضح؟ فيسن لمن يممه الغسل لأنه مس جسد خاليا من لأنه مس جسدا خاليا من الروح، فيحصل له ضعف والماء يقويه، مسلما كان أو كافرا. لا، مش عن الميت، عن الغسل نفسه، يعني هو صرف نظرا مش ناوي يغتسل، الدنيا برد وفي طريق وما فيش مية سخنة ولابس بدلة وشغلانة وحقل عفين واعمل ايه، فهو بعد ما غسل كده قال مش يعني، هو اعرض عن الغسل نفسه، فهمت؟ طالما ما اعرضش هو ناوي بقى خلاص، يبقى ما سقطش، هو يسقط امتى؟ لما يعرض بقى، يقول بعدين بقى مش مهم، ادي معنى اعرض. مسلما كان او كافرا، مسلما كان الميت او كافرا، يعني حتى لو غسلت جارك المسيحي عشان قالوا لك انت راجل طيب وتعالى يحصل لنا البركه كده تغسله علشان ايه يحصل لنا البركه، واخد بالك؟ فانت رحت راجل شهم رحت مغسل الواد ايه جارك المسيحي ده، يبقى برضه يسن لك ان تغتسل، لانه برضه ميت، اليست نفسا؟ هو الموت نفسه ليه هيبه. مسلما كان او كافرا، تعميم في الميت، فكانه قال سواء كان الميت مسلما او كافرا كما صرح به الشيخ الخطيب، الخطيب الشربيني، وسواء كان الغاسل طاهرا او حائضا. طب افرض امراه حائض غسلت امراه والحائض اصلا ما بتصليش، يسن لها ان تغتسل من غسل الميت حتى لو كانت حائض، كويس؟ سواء كان الغاسل طاهرا او حائضا، لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضا، ومن حمله يسن له ان يتوضا، او الخشب بيده كده يتوضا. ها شالوا كل ده على سبيل الاستحباب، لان احنا ما قلناش ان من نواقض الوضوء حمل الميت، فهمت ازاي؟ وصرفه عن الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل الميت غسل إذا غسلتموه، في غسل الميت غسل إذا غسلتموه، ليس عليكم أي وجوبا، ويسن الوضوء من مسه مطلقا، ويسن الوضوء من مسه مطلقا، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، ويسن الوضوء من مسه. أنت رحت مسيته، لا غسلته ولا شلته، لكن مسيته، يسن الوضوء. وغسل الكافر إذا أسلم، لو قال وغسل من أسلم لكان أولى، لأن الغسل يدخل وقته بالإسلام كما يفيده قوله إذا أسلم، ويفوت بطول الزمن بالإعراض عنه يعني، أو بالإعراض عنه. يبقى حينوي نيتين، نية فرض ونية سنة، يعني ينوي الوضوء لرفع الحدث ومن مس الميت، ياخد الثوابين بوضوء واحد. لكن إطلاق الكافر عليه حينئذ مجاز،
لأن الكافر إذا أسلم بيغتسل بعد إسلامه، فأما أقول غسل الكافر إذا أسلم يعني حقه إيه؟ كان بيقول لك كان الأولى إنه يقول غسل من أسلم، تبقى أجمل، لأنه الكافر إذا أسلم ما بقاش كافر، بقى مسلم، فاهم؟ فيبقى إيه؟ غسل من أسلم لكان أولى، لأن الغسل يدخل وقته بالإسلام كما يفيده قوله إذا أسلم، ويفوت بطول الزمن أو بالإعراض عنه، لكن إطلاق الكافر عليه حينئذ مجاز باعتبار ما كان، فلا يصح غسله إلا بعد الإسلام لعدم صحة نيته قبله، لأن من شروط النية الإسلام والعقل، مش كده برضو؟ اللي هو الإسلام والعقل من شروط صحة الغسل، ما بنقولش البلوغ، لأن يصح الغسل من إيه؟ من العاقل حتى ولو لم يكن بالغا، لكن لا يجب إلا بالبلوغ. يبقى في شروط صحة وشروط وجوب. في شروط الصحة تقول الإسلام والعقل، في شروط الوجوب تزود عليها الإيه؟ البلوغ. فهمت؟ ولأنه فلا يصح غسله إلا بعد الإسلام لعدم صحة نيته قبله، ولأنه لا سبيل إلى تأخير الإسلام بعده. يعني ما فيش حد يجي يقول لك أنا عايز أسلم تقوم تقول له روح اغتسل الأول وبعدين تعال، ده اللي يعمل كده يبقى كافر، يكفر، لأنه أقره على الكفر لحظة، والإقرار على الكفر ولو لحظة كفر، لدرجة نص الشافعية قالوا لو دخل ذمي أو كافر على الخطيب يوم الجمعة وهو منشغلا في خطبته، ووقف على باب المسجد وقال أريد أن أدخل في الإسلام، وأجاب على الخطيب الإعرار عن خطبة الجمعة وتركها والنزول إليه وإدخاله في الإسلام ثم العودة بعد ذلك ويكمل الخطبة، فإن استمر في خطبته كفر ولا تصح الصلاة بعده. خلف، شفت قد إيه بقى؟ لأنه انتظاره حتى تنتهي الصلاة إقرار له على الكفر، وإقراره على الكفر ولو لحظة يكفره، فلا يصح الصلاة خلفه. نصه كده في باب الجمعة هتيجي. يبقى فالواحد ياخد باله، مفيش حاجة اسمها أخر. عايز يسلم تعالى على طول اسلم. احنا كان معانا دكتور في المستشفى من عدة سنوات فكر فعلا يسلم، من حوالي 10 سنين. وخلاص فكر يسلم. وبعدين بعد كده حصل نوع من التراخي. لحد دلوقتي كافر. وخلص وغير رأيه. احنا كنا خطفناه بقى. تعالى بقى اسلم على طول في ساعتها، ما انت ما تضمنش ثبات نيتي. انت ما تضمنش ثبات نيتي. فممكن نيته تتغير، ممكن اهله يضغطوا عليه، ممكن يعرف ان الكنيسه مش عارف ايه. واخد بالك ازاي؟ حاجات كتيره تحصل. ممكن جاي لك يقول لك عايز اسلم واهله بيجروا وراه. تقوم تنطر استنى شويه اما خلص صلب الجمعه يروح خاطفينه وقاتلينه هناك كافر. مش كده برضه؟ طب الحقوا بقى. الحق يقول أشهد أن محمد رسول الله، على ما يجوا يقتلوه يموت على الإسلام، ونروح نغسلينه ونصلي عليه وندفنه عند مقابرنا ونفرح بيه. واخد بالك؟ زي الجدع القسيس اللي كان لاقي واحد بيموت مسيحي، فقام قال له قول أشهد أن محمد رسول الله، فالواد قال وبعدين مات. قال هي المسلمين نقص واحد بس خدمه. واخد بالك؟ فهم عايزين ينقصوا المسلمين وخلاص. ادي المسألة. فربنا سبحانه وتعالى يعني يتم نوره. لأنه لا سبيل إلى تأخير الإسلام بعده، يعني لا سبيل إلى تأخير الإسلام بعد الغسل، يسلم على طول. بل صرحوا بتكفير من قال لكافر جاءه ليسلم اذهب فاغتسل ثم أسلم لرضاه ببقائه على الكفر تلك اللحظة. واضح الكلام؟ بل صرحوا بتكفير من قال لكافر جاءه ليسلم اذهب فاغتسل ثم أسلم لرضاه ببقائه على الكفر تلك اللحظة. وشمل الكافر إذا أسلم والمرتد إذا أسلم، ولا فرق بين من أسلم استقلالا ومن أسلم تبعا لأحد أصوله. يعني راجل أسلم ولاده معاه بيسلموا معاه، امرأة أسلمت مسيحية وعندها أولاد يتبعوا الأم، يتبعوا الأم في الدين وفي الرفق وفي الحرية، فهمت ازاي؟ ويتبعوا الأب في النسب، يبقى بيتبعوا الأعلى في الدين ويتبعوا الأب في النسب،
ويتبعوا الأدنى في الرق والحرية، ليها قواعد. ما هو ده دليل جاهله، ما هو ده دليل انه جاهل. اللي يروح يقول له روح اغتسل الاول، ده دليل انه جاهل، لانه غسله الاولاني ده مش نافع، لانه مش من اهل النية. جاهل واقر على الكفر لحظة، راح في داهية، تعال القطه على طول، فهمت؟ الحقه انقذه. زي ما يجي لك واحد مولع مولع ويقول لك طفيني، تقول له استنى بس هغسل ايدي، طب ما انت على ما تغسل ايدك هيكون ولع، فهمت ازاي؟ فلازم في الحال هو مولع في الكفر تلحقه طفيه. ايوه بس تعالى قول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مبروك عليك يا ابني، تعالى يا ابني. اختار واحد كده يطلع معاه، علمه ازاي يتوضى عشان يلحق الجمعه، ويطلع تاني على المنبر يكمل وخلصت، تتحل المشكله. فهمت ازاي؟ ادي الحكايه. ومن أسلم تبعا لأحد أصوله برضو يسن لأنه يغتسل. يعني امرأة جاية وأسلمت ومعها ابنها كده في كيجي وان كيجي تو، بقى مسلم زيهم خلاص، نقوم برضو نقول لها روح اغتسل أنت وابنك على سبيل الإيه؟ السنة للطفل والوجوب للمرأة، لأن هي أكيد حاضت بدليل الولادة. فهمت إزاي؟ لأن هي حاضت ونفست وولدت بدليل وجود ابنها معاه، يبقى وجوبا على الأم وسنة على الطفل، ولها أن تنوي الواجب والسنة، يعني تنوي الغسل لرفع الجنابة وللإسلام، فتأخذ ثواب الغسل السنة وتأخذ ثواب الغسل الواجب في غسل واحد. أو للسابي فيأمره الولي اللي هو الأسير، يعني افرض أسرنا احنا بوش مثلا ولا شارون ده، وتحت الأسر أسلم، فبقى أسير وأسلم، نقول له قوم اغتسل ونحضر له الحمام وكل حاجه، واخد بالك، ونخش اغتسل ونعلمه الغسل ازاي. فيأمره الولي بالغسل ان كان مميزا، والا غسله. افرض مش مميز، طفل صغير مش مميز، يغسله هو يحميه. وكذا السابي المسلم، ويسن له ولو انثى ازاله شعره قبل الغسل ان لم يحدث في كفره حدثا اكبر. يعني يسن على فكره الحلق بعد الإسلام، عشان الشعر ده شهد الكفر، يوم يجي بقى إيه إسلام بإسلامه بشعر جديد، يسن له ذلك ما لم يكن قد أجنب. فإن أجنب يسن له الغسل أولا لرفع الجنابة عن شعره، واخد بالك إزاي؟ حتى ولو أنثى. عند يسن يسن يا سيدي يسن، يعني مش واجب، يعني مش مشكلة، لحسن ترفض تدخل في الإسلام لو قلت لها هتحلقي شعرك، شعرها ناعم وحلو ومودباه وجاية تسلم، تيجي تقول لها لا نحلق لك، هتقول لك لا يفتح الله يا عم ما يجراش حاجة، يسن. فين؟ واجب في حقها. برضه لو كان بلغ الحلم نفس الحكاية. نفس الحكاية، لكن الغسل هنا في حقه واجبا لأجل إيه؟ مش لأجل إسلامه، لأجل الجنابة، لأن سببه متقدم، واخد بالك إزاي عليه. وغير كده كمان ينوي معاه نية الغسل للإسلام، للدخول في الإسلام، ياخد ثواب السنة كمان. فهمت إزاي؟ إن لم يحدث يبقى ويسن له ولو أنثى إزالة شعره قبل الغسل إن لم يحدث في كفر. أنت البنت المولودة مش بتحلق لها شعرها زي الصبي برضو ولا لأ؟ مش كده برضو؟ طب نفس الحكاية، لا فرق بين الأنثى والذكر في حلاقة الشعر للمولود، وبتحلق لها شعرها إيه، سنة ولا واجب؟ سنة. فدي زي دي سنة. افرض ما حلقتش لبنتك اللي اتولدت وخلاص ما يجراش حاجة. وإن لم يحدث في كفره حدثا أكبر، وإلا فبعده، وإلا يحلق بعد ما يغتسل لو كان حدث عشان يشيل الجنابة من شعر. وبهذا يجمع بين كلامين للمتأخرين في ذلك، ويستثنى من ذلك نحو لحية ما يحلقهاش، ولا حواجبه ما يحلقهاش،
ولا يسن حلق الرأس إلا في الكافر إذا أسلم وفي المولود وفي النسك. يبقى إمتى يسن حلق الرأس؟ ثلاث حاجات بس، ثلاث حاجات بس يسن حلق الرأس دي: للكافر إذا أسلم، والمولود عشان العقيقة بتاعته دي، وثالث حاجة النسك اللي هو في العمرة والحج، مش الحلقة والتقصير. ها؟ لا، ما هو الحلقة أو التقصير أحدهما، فهمت ازاي؟ فهو يتخير، هو الواجب يدي ده، فهمت ازاي؟ فإن قصر يسن له الحلقة. سبع يوم، سبع يوم، وتوزنه وقدر وزنه ذهب أو فضة حسب ساعة الأب يتصدق به، واخد بالك؟ ده سبع يوم يسن كده. وقد حلق صلى الله عليه وآله وسلم رأسه أربع مرات في النسك الأولى، في النسك أربع مرات، في النسك الأولى في عمرة الحديبية أو الحديبية، الحديبية أو الحديبية بالتشديد أو التخفيف، الاثنين صح لغتان، والثانية في عمرة القضاء، والثالثة في الجعرانة لعمرة الجعرانة، والرابعة في حجة الوداع، كما نقل عن الحافظ السخاوي. وحلق الرأس في غير ذلك مباح. افرض انا عايز احلق رأسي في غير ذلك بقى، غير الثلاثة دول، مباح. وقيل بدعة حسنة، وقيل بدعة حسنة لان النبي لم يفعلها فصارت ايه؟ مستحدث، لكنها مباحة. فان كانت من اجل النظافة، او مثلا علشان بتمنع السبان، بتمنع الامل، لان كان زمان في الجيوش، هو ليه في الجيش بتاعنا مثلا فرضوا على الناس يحلقوا شعرهم؟ لان خدوها من الجيش الانجليزي، الجيش الانجليزي كفار ما بيغتسلوش، واخد بالك؟ فعندهم يحلقوا دقنهم ويحلقوا شعرهم عشان كانوا بيأملوا، والامل يزود الطاعون في الحروب وينقل داء الطاعون. فالانجليز بقوا يحلقوا لجنودهم، فلما جم الانجليز هنا واحتلونا خدنا منهم العادات الغريبة دي، وبقينا لازم ايه؟ كل واحد يدخل الجيش لازم يحلق دقنه، ولازم ايه؟ يقصر شعره علشان ما يأملش. طب احنا ما بنأملش، احنا مسلمين نضاف، احنا بنغتسل من جنابة وبنتوضى خمس مرات في اليوم، فعمرك ما تلاقي لحية مسلم فيها امل او سبان، ما تلاقيهاش دي، ما تشوفهاش. ممكن بتوع الجماعة التانيين لا، لانه دول من التنين، لا بيستنجوا من النجاسة. فعلا دي حقيقة، في حقيقه انت، انا رحت اوروبا وكنت اركب مترو الانفاق في وقت ساعه الذروه وما تطقش ريحتها. انت هنا في مصر بتركب الاتوبيس زحمه، بتبقى عادي الريحه عاديه، هو الزحمه ليه؟ لان مسلمين احنا كلنا نضاف، فاخد بقى كلنا اللي بيصلوا بيغتسلوا ويغير هدومه. انما انت اركب كده مترو الانفاق في ساعه الذروه في روسيا ولا في المانيا، وجوه زي القمر، لكن شم الريح ما تطقش من التنين، دي حقيقه، ما بيستنجوش. ده هو بيدخل الحمام ويطلع ما بيستنجاش، شوف ملابسه الداخليه تلاقي اثر البراز فيه واثر البول فيه، فهم مش نضاف، دي حقيقه. لكن المسلمين نضاف، فاحنا طالما مسلمين المفروض ان الجيش بتاعنا يغير النظام الانجليزي، يغير بقى النظام الانجليزي بتاع الزمان ده، ويبيح للناس عايز يربي الحيط ويربي الحيط، ما يجراش الناس نضاف، ما بيجرى لهمش حاجه من دي. ها؟ ده بالعكس، ده الواحد لما بيتقشف بيربي دقنه، لما بيدندش نفسه كده، اما بيدندش نفسه بيقعد يسويها ويعملها ويدلعها. لكن لما تلاقي واحد حتى سايب دقنه كده تقول له انت مالك، زهدت في الدنيا ولا ايه؟ مش بتعمل كده ولا بتعمل دي الحقيقة. هو الجيش بتاعنا خد حتتين من الانجليز، الحتة الاولانية حكاية الحلاقة، والحتة الثانية انه كان زمان اللي يحفظ القرآن ياخد اعفاء، لان هم عايزين يمنعوا حفاظ القرآن ان يدخلوا في الجيش، عشان يفضل الجيش كله جهلة ما يعرفوش قرآن. ليه؟ لان احمد عرابي اللي حارب الانجليز كان خريج ازهر حافظ القرآن، وكل اللي قاتلوا مع احمد عرابي في الثورة العرابية حفاظ قرآن، فاول ما انتصروا على العرابيين وخدوهم واثروهم وعملوا لهم دراسة لاحوالهم وعلمهم ايه، لهم حفاظ قرآن وخريجين أزهر، فقال لك خلاص نعمل المدارس الخارج الأزهر، عملوا وزارة التربية والتعليم خارج الأزهر عشان يعملوا وسيلة تعليم أخرى غير الأزهر،
وقالوا اللي يحفظ القرآن هنديله إعفاء من الجيش، يبقى ضمنوا بالطريقة دي إن منعوا أهل القرآن يدخلوا الجيش. فهمت بقى المسألة؟ فالحتتين دول المفروض نعالجهم بقى، ربنا يصلح الحال. ها؟ عادي بقى، ما لأن ما اختلهمش الإنجليز. إن لم يجنب، كل ده يسن الغسل إذا أسلم، إن لم يجنب، فإن أجنب يبقى واجب بقى. ظاهره أنه لا يطلب الغسل المندوب منه مع الغسل الواجب عند الجنابة أو الحيض، وليس كذلك، فيجتمع عليه غسلان أحدهما مندوب والآخر واجب، ولا يحصلان إلا إن نواهما، فإن نوى أحدهما حصل فقط، فلا تكفي نية الواجب عن المندوب ولا عكسه كما علم مما مر. فلو قال وإن أجنب الكافر أو حاضت الكافرة لكان أولى، ويجاب عنه بأن هذا التقييد لانفراد الغسل المندوب، فقوله وإلا وجب الغسل بعد الإسلام في الأصح، في الأصح دليل أن فيها وجهين عند الشافعي، أن الأصح من الوجهين وجوب الغسل بعد الإسلام إن أجنب، ومقابل للصحيح للأصح الصحيح اللي هو يوافق رأي المالكية أنه لا يجب عليه الغسل حتى ولو أجنب بعد الإسلام، لأن الإسلام يهدم ما كان قبله. ولكن لو حتى لو أجنب قبل الإسلام لا يجب عليه الغسل، لأن الإسلام يهدم ما كان قبله. إحنا ما بنقولوش صلي صلواتك اللي قبل كده، واخد بالك إزاي؟ ما بنقولوش أي حاجة من دي، يبقى لأن الإسلام يهدم ما كان قبله، والهجرة تهدم ما كان قبله، والحج يهدم ما كان قبله. ثلاث حاجات تهدم ما كان قبله، الحج والإسلام والهجرة. لكن يرد عليهم ان نقول لهم طب هل يجب عليه الوضوء للصلاة؟ يقول لك بالإجماع يجب، يبقى خلاص يجب عليه الغسل لإزالة الجنابة، واخد بالك؟ عشان كده الفتوى على خلاف هذا. فلا ينفرد الغسل المندوب حينئذ، بل يجتمع الغسلان وإن كان خلاف ظاهر عبارته، أو لم تحض، أي ولم تنفس ولم تلد إن كانت امرأة يعني، وإلا أي بأن أجنب في الكفر أو حاضت الكافرة. وقول وجب الغسل أي ولا عبرة بالغسل في الكفر إن حصل على الأصح، لعدم صحة نية الكافر، لعدم صحة نية الكافر على الأصح، والمقابل للصحيح للأصح إنه تصح نية الغسل للكافر قياسا على غسل الكتابية لزوجها ليقربها. واحد واخد بالك، واحد متجوز امرأة كتابية وحاضت لا يقربها حتى تغتسل، طب ما بتغتسل وهي كافرة، ويصح قربانها بهذا الغسل؟ فقياسا على هذا قالوا كده، لكن الراجح أنه لا يصح، وأن الغسل النية هنا هو أمر الزوج لها أن تغتسل، فصارت محل النية، أمر الزوج لها أن تغتسل صارت محل النية، فالوجوب على الزوج ألا يقربها حتى تغتسل زوجته بأمره، فإن اغتسلت بغير أمره لا يقربها حتى يأمره. واضح؟ في الأصح هو المعتمد، وقول وقيل إلى آخره ضعيف، ولذا حكى بصيغة التمريض. وقول يسقط إذا أسلم أي لعموم قول تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ويرد استدلاله بذلك لأنه عام مخصوص فيخرج منه نحو الغسل، لأنه لا يشق فعله بخلاف الصلاة ونحوها. والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق نقف عليهم بقى، لأنه مش هنقدر كده، احنا ايه وقت الحصة خلص، كان بودنا نكمل لكن ايه معلش هنقف عليها، نكمل ان شاء الله بعد الاسبوع الجاي السبت القادم اجازة، والذي يليه ان شاء الله نكمل. وجزاكم الله خير وكل عام وانتم بخير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاة على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وجزاكم الله خير.